يا صباح الخير، صباح السعادة، صباح الابتسامة، وصباحكم كده يا رب كل رزق وعافية وراحة بال وكل الحاجات الحلوة والأمنيات الجميلة على كل مشاهدين الغاليين في كل مكان. بتجدد معاكم لقائنا اليومي وصباح النور وحلقة آخر الأسبوع النهاردة الخميس 2 نوفمبر 2023. نوفمبر طعمه حلو كده، مش بتلخبط فيه. صباح الخير. صباح الفل. شفت قلت نوفمبر ازاي على طول؟ ان شاء الله يومين تاني تقول لي هو نوفمبر طول ليه؟ لا. صباح الفل على حضراتكم، يا رب يوم جديد كله خير وبركه وصحه وسعاده وكل الامنيات وكل الحاجات الحلوه، واللي عيد ميلادهم 2/11 كل سنه وانتم طيبين وبالف خير. ايه؟ يلا المايك معاك النهارده. يلا. بصي بقى، في مثل كده كنت قريته انا ما كنتش فاهمه. ايوه. تمام؟ وقريته غلط وهيبه صححته لي، يعني من الحاجات الكويسه اللي ممكن تعملها يعني. قصدك ايه؟ هو المثل بيقول ورا كل طعم جميل سناره. طبعا انا قعدت اقراها كل ورا كل طعم جميل، يمكن عشان كنت جعان. لا، ما هو طعم برضه. طعم الطعم حلو. شفت بقى، تنفع برضه طعم. طعم تصدقي؟ يعني ما غلطتش. لا، الطعم الطعم لا، ده انا اديك المايك تتكلمي. لا. ورا كل طعم، ورا كل طعم جميل سناره. الطعم ده اللي هم بيصطادوا بيه السمك، فالسمكه تنبهر بالطعم، اكل حلو ما عندهاش زيه يمكن في البحر تحت. فبتلاقي عارفين زي اللي عايش على يعني بياكل حاجات بسيطه كده، ويبص مره واحده يلاقي كده نفسه عند كبابجي ولا حاجه. فهي السمكه بتعمل كده، فتروح طالعه ومصممه تاكل الطعم ده، هوب يروح الصياد مصطاده. احنا في حياتنا في حاجات كتيره بتحصل بالشكل ده، حاجات بنشوفها بتلمع وجميله وحلوه، لكن عشان نقتنصها او عشان ناخدها اوقات بتبقى هي الطعم اللي بيضيع حياتنا. ما هي السمكه خلاص اول ما بتطلع هوب خلاص بتتاكل على طاسه الاليه بعد كده، فحياتها خلاص بتضيع، تروح من البحر وتمشي من العالم بتاعها. فاحنا في حياتنا كتير جدا بيبقى في طعم بالشكل ده، في حاجات مبهرجه وحاجات بتلمع وحاجات تخلينا نجري وراها، لكن اول ما تجري عشان تاخدها تلاقي نفسك انت كمان ضعت. ايه الحاجات اللي حضراتكم شايفينها بالشكل ده؟ ايه الحاجات اللي حضراتكم شايفينها لما انا بجري وراها قوي ممكن تاخدني للسكه دي؟ الصياد الشاطر اللي بيعرف يحط الطعم كويس كويس. هو ايه؟ يشبكه في السناره كويس. صح. ويرميه امتى وفين عشان ايه؟ يعرف يصطاد. فيطلع السمكه. صح. هو طلع السمكه بقى ايه؟ يطبطب عليها؟ يحطها في حوض السمك للزينه؟ لا. ابدا. هيهات ده مطلع السمك عشان ياكلها بس كده ويفترسها ويرميها، مفيش مشكلة خالص. ماشي. بس فالحياة مليانة كده، يعني لو قعدنا نفكر قد ايه كلام حلو كده وكلام معسول بيتقال للواحد او حتى البنات والولاد، لما بنقعد ننبههم في التربية وخلي بالكو مش كل كلمة حلوة نسمعها نجري وراها. ما هو ورا الكلام الحلو ده في صياد قاعد بيحط الطعم. الطعم ده ممكن يبقى كلام حلو بيتقال. كان لسه من يومين حد بيقول لي عينيكي فيها حزن. اوبا. مش بيقول لي انا. بيقول لك انت ولا بيقول لي مين؟ بيقول لي يعني هي بنت، فبتقول لي ايه الجمله دي بقت اشهر من صباح الخير. ايوه. عينيكي فيها حزن مالك؟ انت تستاهلي حياه احسن من كده. ده تعمل ازاي؟ ده مش ده عارف. لو انا بنصح البنات يعني لو واحد بعت لك كده على الفيسبوك قال لك عينيكي فيها حزن اعملي له بلوك، شفتيه في الشارع تمشي من الشارع التاني. أيوة. او تبلغ عنه ونخلص. بالظبط. ففي كلام كده احنا طبعا اللي اتحفظ بقينا عارفين ان هو ده طعم. طبعا بعيدا عن فكره الـ يعني الراجل لست او ولد لبنت، بس احنا بندي بيها على سبيل المثال قد ايه ممكن يبقى في خدمه تبقى هي طعم، كلمه حلوه تبقى هي طعم، تصرف هو طعم. طبعا في حاجات كتير قوي ممكن تخلينا نميز الحاجات الحقيقيه والمشاعر الحقيقيه والمحبه الحقيقيه من المحبه المزيفه ومن الكلام المزيف اللي ممكن يبقى طعم يترمي عشان بس الصياد يصطاد فريسته واللي بعد كده ياخد كل الحاجات الحلوه. صدقوني مش بس كده، تخيلوا ان حتى في حياتنا العاديه اللي هي بيبقوا عيله، بيبقوا صحاب، بيبقوا وعشان مصلحه برمي لك حاجه وسؤال اسال عنك كتير واتصل بيك كتير وانت حتى تستغرب ده وراه حاجه. يعني السؤال الكتير ده وراه حاجه لان حد مش متعود انه يودك انه يسال عليك. وبعدين بتكتشف. بتعملي ايه بقى في لما تكتشفي ولا تعملي ايه في ساعتها؟ لا مش لما اكتشف، ما هو انا لما بستغرب ببقى عامله حسابي عارفه ان ايه ورا، ببقى قاعده مستنيه. ايوه. اللي بعده. لا حقيقي ده حقيقي حته نفسيه، يعني انا عرفتها من طبيب نفسي صديقي. يعني ايه؟
أول إحساس هو الصادق. تمام؟ أي حاجة بعد كده بتبقى الإحساس نفسه مشوه بالعاطفة، ما العاطفة دي تشوه برضه. صح. تشوه إيه بقى؟ سواء كانت بالسلب أو بالإيجاب، يعني فلانة مش عايزة فلان. تمام؟ فهي شافته من أول مرة قالت مش عايزاه. لكن ربما لو سمعت عنه بعد كده تقبله. تمام؟ ده أصله ده هو راجل دكتور، ده معاه، ده مسوي، ده العربية بتاعته معرفش إيه بتاعت إيه، فتبقى خضعة تحت الأفكار الإيجابية عنه. أو الناس تفضل تقول لها كده بس أنت، ده أنت لو جربتي، ده أنت لو قعدتي معاه بس تديله فرصة. مثلا. تمام؟ فده يقول لك ده مزيف، لأن هو الأولاني كان هو اللي صح. تمام؟ مش دايما الإحساس الأول صح، مش دايما يعني. لا أنا بصدق الإحساس. طيب. بص بقى، أنا هقول لك على حاجة في موضوع الطعم ده. هما كام حاجة البني آدمين بينجذبوا ليهم، زي ما السمكة بتنجذب لكام طعم منهم البتاعة الدودة دي، البني آدمين بيتجاذبوا برضو لكذا طعم. البنت اللي تنجذب لحب مزيف فتسيب أهلها وتسيب دينها وتسيب 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 ورا حب مزيف، طب ما ده طعم. تمام؟ تحت بند بحبك وبموت فيكي تروح جارية وراه. اللي بينجذب ورا الفلوس يعني تزغل العينيه، فيبقى هو ده الطعم اللي بيها ممكن يغير مبادئه، يغير قناعاته، يغير أقواله قدام محكمة، يغير حاجات كتيرة جدا، يجري ورا الفلوس، يبقى هو ده الطعم. خلي بالك الأولانية دي هتضيع، البنت دي اللي راحت وسابت أهلها وسابت 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 دي مصيرها الضياع، والراجل اللي عمل كده ده مصيره الضياع. الراجل اللي انجذب ورا برضو كلمتين حلوين وراح وبتاع وضيع حياته في الهلس، ده بيضيع. اللي راح ورا حاجة اسمها المتعة الوقتية وحت اشرب البتاعة دي وبتاع وهتبقى في تبقى جامد جدا ومش عارف ايه وتبقى دماغك عالية جدا وبتاع، ده في الاخر بيضيع. كل ده طعم احنا بنتعرض له في حياتنا. لكن لو احنا هندي، هفترض يعني عشان محدش يقعد يضحك، يعني هفترض ان احنا هنعمل كورس جوه البحر للسمك. تمام؟ هيجي الحوت الكبير عشان محدش بيقدر عليه ومحدش هيصطاده. فكرة حلوة، بس خدني معاك في الكورس ده. ماشي. ما احنا مش احنا اللي هنقدم، احنا هنحضر الكورس. تمام؟ الحوت الكبير اللي محدش بيقدر عليه، اللي هو اصلا بيكسر المركبه او سمكه القرش، هيقول لهم ايه؟ تعالوا اعمل لكم كورس ازاي ما تجروش ورا الطعم. تفتكروا سمك الحوت ده في الكورس هيقول لهم ايه؟ ازاي عشان ازاي ما ياخدش الطعم ده. طب نشوف مدام ايمان ممكن تحضر كورس إيه؟ الحوت. احضر الكورس. ليه لا؟ كورس الحوت في الإعادة افاده، حتى لو انت بتعرف كل الحاجات تحضر الكورس عشان تستفيد. يا ايمان صباح الفل. طيب لحد ما استاذه ايمان تبقى معانا. طب هي ركبت ناخد ده. انا كنت هقول كلمتين حلوين على الحوت. طب بقول الحوت الحوت قاعد معانا لغايه اخر أوكي. الحلقه. يا ايمان صباح الفل. ايوه صباح الخير عليكم الاثنين، اجمل اثنين. صباح الفل عليك. ربنا يخليك يا مدام. الله يخليك. وطبعا المثل جميل جدا وكلامكم برضو حلو، وانا مستوعباه كويس، اللي هو وراء كل طعم جميل في الناره. بس مش عارفه انا جالي تامل تاني، مش عارفه يمشي مع المثل ولا لا. قولي هنا اتفضلي. ان برضو يعني زي ما احنا ما نجريش ورا الكلام الحلو ونتأثر بيه والحاجات دي كلها، عايز اقول ان الكلمة الحلوة هتصطدي بيها الناس برضو. صح. يعني لها شقين المثل. صح. ده على قد تفكير، ما اعرفش صح ولا غلط. صحيح. يعني مثلا ورا كل طعم يعني جميل في النارة، يعني انا اقدر اكتسب ابني او قرايبي او حد زعلان مني بالكلمة كويسة، وفي نفس الوقت ما جريش ورا اي كلمة كويسة. مش كل الكلام الحلو يعني بيكذب يعني. صح. انا مش عارفه هل تفسيري كده للمثل صح. بصي يا ايمان، معرفش، بصي انا حسيت يعني ان هو ابتدى بكلمه الطعم في المثل، ابتدى بكلمه الطعم وراء الطعم الحلو سناره، عشان الطعم الحلو بيبقى طعم عشان يصطاد. لكن لو بالمعنى الايجابي اللي انت قصدتيه، حاسه يعني بما ان هو مجرد تامل يعني، ان ورا كل نفس بتخلص كلمه حلوه وسناره فيها كلمه حلوه، يعني ابتدي بالسناره مش بالكلمه، سناره فيها كلمه حلوه، ورا كل شخص بيتغير وطباع بتتبدل، ورا كل حب بيتولد، ورا كل الحاجات الحلوه اللي ممكن نقولها سناره شبكه فيها محبه حلوه وطعم حلو. لكن لو احنا خدناها بالناحية التحذيرية، الطعم اللي شكله حلو عايزين نبقى متأنين قوي عشان ما نتخدعش فيه. يا ترى الصياد اللي ماسك السنارة اللي فيها الطعم الحلو ناوي على ايه؟
بس كده. عموما هو كل امثالكم جميله، ربنا يخليك، ربنا يخليكي، ربنا يخليكي مدام ايمان. شكرا لمشاركتك معانا ايمان، صباح الفل عليك. ربنا يخليكي يا مدام ايمان، خدتها من الحته الايجابيه على فكره، عجبتني جدا. أي. اللي هي الحته الايجابيه اللي هي سناره الحب. ايوه، تصطاد ايه؟ نفوس كتير. تغير نفوس كتير. دي السناره اللي هي هتصطاد النفوس، ودي حاجه حلوه قوي ان انت تصطاد نفس. يعني ما اقصدش بيها الحته الروحيه بس على فكره، بس يعني تصطاد نفسك حتى بالحته الاجتماعيه الايجابيه، ان انت تكون شخص امين جدا، ان انت تكون شخص كلام، بتعرف تقول كلام حلو مش كلام معسول. تمام، في فرق بين الكلام الحلو والكلام المعسول. حتى لو خدت حاجه معسله يقول لك انا نفسي موعت، لكن لما تاخد حاجه حلوه تبقى مستمتع بيها. تمام، ف دي مدام ايمان خدتها كمان من الحته الإيجابية. هي قالت كمان نكتفي، يعني هدي الأمان في الحتة دي للدائرة القريبة مني، اللي أنا مش محتاجة أقعد أفكر في أغراض تانية، يعني بقى قلقان من ده، فاصطاد بيها النفوس أو أغير فيها حاجة. وزي ما أنت قلت مش من الناحية الروحية بس يعني إحنا عايزين النهاردة ناخدها بقى من الناحيتين. خدوها رسالة تحذيرية إن إحنا نخلي بالنا إن مش ورا كل طعم حلو لازم تبقى كمان في حاجة حلوة. ياما في ناس بتبقى أهدافها خبيثة وما نعرفش نواياها عاملة إيه، وده مش عايزينه يخلينا نخاف أو إننا نقلق أو نبقى عارفين. في ناس بقى يجي لها هس من الحتة دي، يعني بتعرفش تدي ثقة وتدي أمان لأي حد، وأي حد هيقولها حاجة حلوة أو يقدم لها حاجة حتى ولو كانت خدمة طول الوقت يبقى عايز من إيه، يبقى هي قصدها إيه، يبقى هو قصده إيه. لا، الموضوع كده بيبقى مليان شك، طول الواحد عنده شك في كل الناس اللي حواليه. طب إيه إهدى، مش كل الناس بتبقى عايزة منك حاجة، ما في ناس ممكن تبقى بتحبك بجد، عايزة تساعدك بجد. الحقيقة في ناس كده، بس ده يجي إمتى؟ لازم نتأنى. مفيش حد ما يعرفنيش خالص بس كل مقابلاته معايا شافني على الفيسبوك ولا دخل لي عمل لي اد على الفيسبوك مثلا، وهيبقى يقعد يقول لي بقى عينيكي فيها حزن وعايزه اقابلك واقف جنبك وكده. عينيكي فيها حزن؟ طب هو عارف ازاي الحزن اللي في ده باين في عيني؟ لا، هو تلاقيه بيعمل كده، بص كده فيها حزن. ما بشوفش. شوف ده فيها حزن اهي، بيزوم على الصوره. فيها ولا ما فيهاش؟ ايه؟ فيها حزن ولا ما فيهاش؟ هي ايه؟ طب ناخد استاذ كمال نشوفه. يا استاذ كمال، اهلا بيك. صباح الفل. صباح الفل. ازيك يا استاذ حاج؟ ازيك يا استاذه هبه؟ الله يخليك. صباح الفل. ازي حضرتك؟ المثال ده جميل جدا يا استاذه هبه، الطعم ده انت الطعم يا استاذه هبه، ما انت الطعم قدامنا اهو. يعني انت الطعم كله طبعا. انت يعني المفروض الاستاذ حاج يعني يقول ايه بس؟ انت في بعد طعم بعد كده تاني يا اسحاق. وصي عليا. طب يا استاذ كمان. قدامك طعم، طعم حقيقي. المهم طعم. انا استاذه واحده يعني اعجبت بيها بادبها واخلاقها، فكان طعم ليا ان انا اعزها واتمنى لها كل السعاده والجمال. يعني الله على الكلام الحلو. الله عليك. شفت الادب والاخلاق. شكرا ليك يا استاذ كمال. شكرا، شكرا لك. شفت بقى، شفت غزل الصيادين؟ ايوه، الادب والاخلاق. غزل الصيادين. طيب بصي، انا هبتدي ناخد. على فكره انت ما قلتليش يلا ناخد التعليقات. انت إيه؟ فتحت وبتقرا مع نفسك وايه في ايه؟ لا خلاص، احنا مش المفروض بنكمل كلامنا؟ إيه؟ انا خلصت كلامي؟ لا لا، اتفضلي حضرتك. لا ما عنديش حاجه اقولها. يلا ابتدي. يلا خلي المركب تمشي، ما دام احنا كلها بحر وبتاع فخلي المركب تمشي. يلا خلي المركب. طيب تمشي. استر عبد الوهاب، صبح علينا. ايوه فعلا، الكلام المعسول بيضيع ناس كتير وبيخرب بيوت، واللي بيبيع مسيحه عشان كلام المعسول وفي اخر المطاف تترمي زي الكذا وتبقى خسرت الدنيا والاخره. صباح الورد، ده جميل. جيمي كوثر راجب، صبح علينا. انا النهارده عيد ميلادي، حابه من خلالكم اقول كل سنه وانت طيبه يا انا. طب كل سنه وحضرتك طيبه يا استاذه كوثر. يا انت عقبال 100 سنه. اتفضلي يا هبه. ايه ده اقول؟ مش عايزه تقولي خلاص. بصي بقى، مريم ابنوب فايز. صباح الخير عليكم وعلى البرنامج الجميل. بصبح على امي واختي واسرتي. صباح الفل عليكم. نوفا بتقول صباح الخير، معلش هطلع بره الموضوع واقول لجوزي مينا صدقي بحبك جدا. اكيد انت مش عايزه منه حاجه، يعني ده طعم محبه تقولي له النهارده. ممكن تكون بتصالحه مثلا، بس برافو عليها في الحالتين. برافو عليها. ده طعم حلو. انا معاكم جدا. يعني بصوا بقى، الولاد لبابا وماما وماله لما ترمي طعم كده؟ حاضر. أيوة. يا ماما هات يساعدك، يا بابا مش عايز مني حاجه، مش عارف ايه، عشان انت عايز حاجه. وماله، هيفرحوا وهيعملوا لكم اللي انتوا عايزينه. صالح مراتك كده، صالحي جوزك كده، كل ده طعم مقبول وشكله وطعمه حلو. مين انت قلت؟ استر. بصي مريم، بصي مريم سامح بتقول ايه؟ صباح العسل اسحاق وهبه.
بتقول ان انا بقول يعني ان يقول لك عينيكي فيها حزن اعملي له بلوك. تمام. بتقول لك طب انا مره واحد قال لي بحبك مره واحده اعمل ايه؟ تعملي له بلوك برضه. ويعرفك منين عشان يحبك؟ يعني هو يعرفك منين عشان شاف صورته؟ اول ما شاف صورتك يعني حس ان هو هي دي المراه اللي ربنا اختار؟ مش ممكن يعني. فتروحي عامله له بلوك عشان ما تسرحيش. انت اجمل واحده شافتها عيني. انا عمري ما شفتك، مش عارف ليه اتشدت لك من اول. انا عمري ما شفت واحده عامله فلتر على صورتها بالشكل ده. صح. اتفضلي. مرسى بتقول صباح الفل عليك، وانا امبارح وانا ماشيه في الشارع كل مره بمشي فيه بيبقى فيه شباب، لقيت واحد قال له ايه حبتها. بصراحه انا قلقت امشي الشارع ده تاني، بس رجعت في كلامي لانه شارع بتاع كنيسه ما ينفعش اغيره وربنا يستر. انا هتسمعي من ده كتير يعني. لو احنا قعدنا بقى صدقنا كل كلمه بتتقال لنا، شنطه معاك يا ست الكل ونعبي واحنا ماشيين. ميرفت بتقول لنا، ميرفت مقار بتقول استاذه هبه انا كتبت لكم اول امبارح عيد ميلاد ابني مايكل وكان نفسي عيد عليه. لا ما كسفناكيش ولا حاجه، ممكن نكون ما لحقناش نقرا التعليق. صباح الفل يا مايكل، كل سنه طيب وعقبال 100 سنه. بس مين تاني؟ اقول انا؟ يلا قول. طب استنى ما تقولش. لا اقول معلش. لا لا معلش. استاذ فيكتور موسى بيقول صباح الخير عليكم، الشهوه بكل انواعها تكون طعم يؤدي الى وقوع الانسان في مشاكل ومتع وقتيه. شهوه اللي هي الغرائز، كل واحد فينا بيتولد بثلاث يعني بيتولد فيه ثلاث غرائز اساسيه. ده يعني ده كلام قريته في كتب يعني، ممكن يعني براجعه وراي. ثلاث غرائز أساسية، إيه هم الغرائز الأساسية اللي بيتولد بيهم أي إنسان في الدنيا؟ بالمناسبة هي الغرائز دي بتبقى موجودة في الإنسان ويبقى موجودة في الحيوان، بس إيه الفرق بين الإنسان والحيوان؟ هقول لكم. الثلاث غرائز هم غريزة الأكل. البيبي الصغير من غير ما يعرف عايز ياكل، جعان فبيعيط. غريزة البقاء، إن هو الإنسان لو حس بخطر سواء كان طفل أو راجل كبير أو عجوز ممكن تجي له قوة يعمل أي حاجة عشان عايز يعيش. تمام. يبقى غريزة الأكل غريزة البقاء. الغريزة التانية اللي بتجمع كمان الإنسان والحيوان هي غريزة الجنس، اللي هو الجنس بتاعه. فأنا عايز أقول الفرق بالتلاتة دول، بس الفرق بينهم بين الإنسان والحيوان هي فكرة الضبط، إن هو يكون عنده إرادة ويضبط نفسه. فكرة يعني أنت مثلا لما بتصوم، لما بنصوم إحنا بنضبط نفسنا من جهة الـ الأكل. في كل غريزة الفرق ما بيننا وبين الحيوان فيها هي فكرة أن نضبطها. شوف أستاذ سامي بقى، أصلا قريتهم كلمتين دول في الكتاب فقلت يعني قلت أقولهم قبل ما أنساهم. لا أنا لما قريت التعليق فقلت أقولهم قبل ما أنساهم. كنتش مجهزهم يعني. أستاذ ثابت صباح الفل. صباح الخير يا أبني. صباح الفل على حضرتك. صباح الفل يا أستاذ ثابت، أهلا بيك. أهلا مرحبا يا أستاذ. أقول لحضرتك حاجة. اتفضل. هو بالنسبة للطعم الكلام الحلو يلزم الإنسان يكون عنده حكمة وإدراك وإفراز، يعرف مين اللي عسلمه. أيوة. مع كلمة واخد بالك، أبوه أخوه واحد في الشارع واحد صديقه، لازم يعرف الكلام مين اللي عكلمه. ممكن الكلام اللي عكلمه لو كانت شخصية قريبة لي يبقى هو كلام مشطوع، ولكن لو كانت شخصية قبل بيها في الطريق قبل بيها في الشارع يخش الكلام ثقة منه، لازم الكلام وراه حاجة. زي ما بيقول الشاعر، يعطيك من طعم اللسان حلاوة ويذوق منك كما تذوق الثعلب. فيجب الانسان يفرز الكلام، يدرك الكلام مين اللي عيسلمه. صح. علشان يبقى رأي من الكلام اللي عيسلمه، وبالتالي يقدر في الموضوع هدف له. صحيح. الله ينور عليك، شكرا استاذ ثابت، شكرا لحضرتك. الانسان اللي بيتعب في حاجه بيعرف قيمتها خلاص طبعا. لكن اللي بيرمي الشبكه، اللي بيرمي السناره ويحط فيها الطعم، السمكه اللي بتجري ورا الطعم الصياد بيصطادها، خلصت بعد كده ممكن بتتاكل وبتترمي. لكن لما نفكر الطعم ده وراه ايه، ومش اي حد بيرمي لي اي حاجه بجري وراه، ومفيش حاجه بتتقدم ببلاش، لا كلمه حلوه من غير ثمن، ولا خدمه من غير ثمن، ولا مجامله من غير ثمن. لازم نفكر الاول الطعم ده وراه ايه. لما نتاكد ان اللي حوالينا اللي بيننا وبينهم محبه حقيقيه وعلاقه حقيقيه، ومش كل حاجه تترمي لي اجري وراها، اللي بيجري ورا كل حاجه بعد شويه ما بيبقالوش ثمن وبيترمي. لكن لما الواحد يبقى عنده كده كرامه، عزه نفس، ذكاء، فاهم اللي بيتقال له ده وراه ايه، يفكر قبل اي حاجه
الكلام ده بيعلي ويغلي ويخلي الواحد له قيمه وله مكانه. فمن فضلكم بلاش كل طعم يترمي نصدقه ونجري وراه. بصي مريم نشأت بتقول لك ايه؟ بتقول لك المفروض الواحد الواحده تاخد بالها من كلام الرجاله لانهم دايما بيرموا الطعم، وهو بس الرجاله اللي بترمي الطعم، الستات بترمي الطعم. ايوه ايوه معاك، اتفق. لا معايا ايوه اتفق معاك. أيوة واقول لك ايوه صح، ملهاش يعني علاقه. قصدي اقول لك يعني من ناحيتين، يعني ما ياما رجاله الدنيا عندهم بايظه خالص، فاقصد اقول يعني هو الطعم ده طول الوقت هتلاقيه. انا ممكن وطعم الفلوس كمان بيبقى جذاب يمكن اكتر على فكره. فكره هديك كذا بس تخالف ضميرك، بس تعمل كذا. ياما ناس ياما على فكره، في ناس الشراء بتاعها للأسف يعني ممكن مش لأجل العوزة بس لأجل إن هم للأسف نفوسهم رخيصة، تشتريهم بكلام فاضي يعني مش مستاهلة. يعني يقول لك أنا ما بعيش ضميري لو بملايين الدنيا كلها، وتلاقيه باع بألفين جنيه مثلا. فأقصد أقول يعني بنشوف ده في الحياة. أصلا إحنا مش جايين ما بننزلش الصبح من القمر ونيجي نعمل برنامج صباح النور، إحنا بالعكس بنخرج من صباح النور في الشارع مع الناس وبنقابل وبنعمل وبنشوف وبيضحك علينا وبنروح وبنيجي وبنتعلم وبنتعلم. بنغلط بس بنتعلم. عارف يقول لك الكلام على إيه؟ ارمي بس أنت بيضك، ارمي الشبكة وأنا هوريك، هشوف ده بيجي إزاي. ما حدش يقدر يقول أنا أوريك. أنا أوريك. هو هستناك بره ولا حاجة؟ لا أنا هستناك بره. ماشي. يلا. طب احنا معنا تليفون. أستاذة إيمان أهلا بيكي. صباح الخير أستاذ إسحاق. صباح الفل. صباح الخير أستاذة هبة. يا صباح الفل عليك يا إيمان، أهلا بيكي. أنتوا حلوين أوي، أنا بحب أتابعكم جدا ومواضيعكم كلها جميلة. ربنا يخليك يا مدام إيمان، ربنا يخلي حضرتك. بالنسبة للمثل اللي بتقولوه هو ممكن ينطبق على حد قريب ليا. طب بيعمل لي طعم بالكلام بأفعال ما يعني، فبيخليني أقع في كلام وبتحصل مشاكل، فبتبقى صعبة جدا لما تيجي من حد قريب، بالأخص لما بتيجي من حد قريب تبقى حاجة موجوعة أو حاجة يعني عشان مش متوقعة يعني. أذى نفسي فبتبقى مش صعبة جدا. أي صح، ما هي الضربه القريبه بتوجع اكتر من البعيد. فعلا. شكرا يا مدام ايمان، شكرا. بص في تعليق معلش هو خارج السياق بس حتى انا عايز اسمع ردك يعني. بس انا يمكن عندي شويه خبره في القصه دي يعني. هو بتقول حضانه الكنيسه غاليه برقم كذا، تمام، والحضانه بره مش مناسبه لثقافتنا. تمام، اعمل ايه؟ انا رايي تروحي لابونا تقولي له انا مش قادر ادفع فلوس الحضانه عشان غاليه. أبونا مش هيقولك ادخلي ببلاش أو دخلي بنتك ببلاش، لكن هيقولك تقدري تدفعي كام. لو مثلا الحضانة بألف تقدري تدفعي 500، يا أبونا أقدر أدفع 500. عمره ما هيقولك لا، عمره ما هيقولك لا أبدا أبدا أبدا. شفت ده كتير جدا، ولأن الكنيسة في الآخر خدمة على فكرة. المبلغ اللي بيتاخد معظم الحضانات في معظم الكنائس بتحقق آخر السنة خسارة مش مكسب، خسارة مش مكسب. فلا ما توديش بنتك بره ولا حاجة، تروحي لابونا في الكنيسة وتقول له يا ابونا بعد إذنك كذا كذا كذا، ولو ابونا ما وافقش كلمينا تاني. خلاص ما معايا ولا مش معايا؟ ما دام على ضمانتك خلاص. ايه؟ لا ما اعرفش، ما دام على ضمانتك تمام. لا تجرب. لا استحالة استحالة ابونا يقول لا. خلاص جربي. ولو في أي مشكلة ابعت لنا. ابعت لنا تاني. واحنا نكلم ابونا مفيش مشكلة. مدام سامية صباح الفل. صباح الخير اتفضلي. اتفضلي صباح الفل. معايا سامية بعيد. اهلا يا مدام سامية، اهلا بيك اتفضلي. انا عايزه احكي قصه بسيطه بس عن الطيبه اللي بتبقى في الرجاله مش في الحريم. انا وجوزي كبير اخوات وليه 10 اخوات. فهو اتجوز هو الكبير وربى اخواته وعلمهم وجوزهم ورباهم، وبعد كده اخواته راحوا قالوا له هات البطاقه بتاعتك نجيب كارت. اخوه اصغر واحد بينه وبينه 25 سنه. فبعد ما جابوا الكارت راح خد البطاقه ومضوه على البيت اللي هو قاعد فيه. خدعوه يعني. طب هو اتصرف ازاي؟ هو خد يشكو فيهم، كل الناس قالوا له امضي ان هم اشكو ان هم زوروا البطاقه بتاعتك واسمك، قال لهم ما اقدرش اعمل كده في اخواتي. طيب انت عندك بس هو اللي راح البنك ومضى؟ لا هم يبلغ عنه العقود اللي هو العقد الازرق ده. بص يا سامية يبلغ عنه. انت عندكم ولاد صح؟ احنا عندنا اولاد، وبعد ما جوزنا ولاد اخواته هو احنا مش عارفين نعمل اي حاجه لاولادنا.
لا انا قصدي يعني دي فلوسكو وده حقكو وحق اولادكو، فما تسكتيش على كده وقولي لجوزك ده لا كده ما فيهاش عيب وما فيهاش، اصل اخواتي ما اقدرش ابلغ عنهم. ما هو في الاخر لما مضى البيت كانت والدته وهي اللي كاتباه له، وقد والدته وكانت يعني كان سنها كبير، كانت معديه 88 سنه، فراحوا مضوه. كل الكلام ده ممكن يطعن عليه. الموضوع في الموضوع في حكايه كل الكلام ده ممكن يطعن عليه. شكرا لحضرتك، لكن انا بس يعني عشان يعني مهما كان الاخوات قريبين من بعض، لما نتعامل في الامور الماديه حق نتعامل بورقه وقلم، نتعامل بورقه وقلم، مفيش حاجه اسمها عشان اخواتي وعشان اخواتك وعشان ومشاه بالحب، فما بتمشيش، ما بتمشيش بالحب، لان النفوس بتتغير. ولو اخوك معاك حلو ما تضمنش مراته عامله ازاي، لو اختك معاك حلو ما تضمنش جوزها، يعني معلش يعني ده الواقع يعني. الحق حق، ما يزعلش حاجه، وكل حاجه بالورقه والقلم، ما تخليناش نخسر بعض. وانت مشتري اخواتك وكويس معاهم، لكن لو في بقى خديعه وفي غش وفي تزوير وفي حتى لو الوالده كبيره واستغلوا كبر سنها، كل الكلام ده ممكن يطعن عليه، فده ما فيش اي حاجه. هم لازم يفوقوا لنفسهم عشان اللي اتعمل ده عيب وحرام. نرمين فرج بتقول انا بقى الطعم بتاعي الابتسامه والكلمه الحلوه اللي بكسب بيها قلوب ناس كتير، ايه رايكم في الطعم ده؟ طعم جميل طبعا. حد لاقي نوفا بتقول صباح الخير، انا كمان عيد ميلادي وبجد انتوا برنامج ممتع جدا، وصباح الفل عليكي وعقبالك. كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيبه. ايه كملي كملي. انا عادي، انا ممكن اقعد الساعه كلها اقرا. ماشي طب ما حلو عشان الناس تنبسط. كملي بجد، انا يعني في حاجات مش ظاهره قدامي. خلاص براحتك اهو، هو مش عايز يصبح عليك ويكمل معاك. لا انا في حاجات برده. طب استني خلاص بامانه ما مكمله. غابي يعني لو انا مش بقراها غلط، يعني المشكله في طمع السمكه، المشكله في الانسان الخدع. بيقول المشكله مش في طمع السمكه، المشكله في الانسان اللي خدعها. لا المشكله في الاثنين، المشكله في الاثنين، لان الخداع كتير جدا وطرق النصب كتير جدا. طب انا اقول لحضراتكم على حاجه قبل ما نخرج فاصل، يعني هو كام واحد من حضراتكم، كام واحد تعرفوه اتضحك عليه خلال اخر سنه من خلال مكالمه تليفون وقال له لو حولت لنا 2000 جنيه دلوقتي هتاخدهم 6، فبيحول عشان ياخد ال6 فبيضحك عليه ما بياخدهمش. ده طعم صغير، ده اغراء بالمال، يروح دافع يقول له بص هنجيب لك معاش 2000 جنيه في الشهر بس تدفع دلوقتي 1000 جنيه، يروح محول لهم 1000 ينزل ويجري وبتاع، وممكن فيهم ناس بتنزل تبيع حاجات عشان يدفع ال1000 جنيه وال2000 وال3 عشان ياخدهم 3 اضعاف، فبيضحك عليه. المشكله في مين؟ ده حرامي وده طماع. بس تقول لي لا ده راجل غلبان وراجل كبير وما صدق وبتاع، طمع ما تلونش الحقيقه. ممكن اقول لك ايه، ده قريبنا دسته صدقني راجل طيب وعمل كده من طيبته، لا من طمعه. ما تزعلش مني، انا اسف ان انا بقول المسمى بمسميات. هو عمل كده ليه؟ كان بيتبرع بيهم؟ كان قالوا له في حاله مرضيه معانا فهتبرع لنا ب 2000 جنيه؟ لا، يقول لك انا دفعت ال 2000 عشان قالوا لي هندوم لك 6. ضحكوا عليا، ضحكوا على ايوه بس حضرتك طمعت بس. صح. طب ايه؟ صح يا باشا؟ اخر تعليق. لا اخر تعليق، اخر تعليق عشان بص هما حلوين قوي. اميره بتقول لنا صباح النور عليكم، وحبيت اقول لكم كلامكم فعلا سناره جميله وطعم حلو، ويا ريت كل طعم وسناره يبقى زيكم، ربنا يكون معاكم وتكونوا سناره وطعم لكل المسكون. شفت افوت التعليق ده من غير ما اقراه. في اكونت بيقول اسمه مسيرها تنتهي، مسيرها تنتهي. صباح الخير، انا بحبكم جدا وبسميكم توأم والكلمه الحلوه طعم، بس احنا مش توأم. وفي مرمر بتقول صباح الخير على احلى برنامج، مش بنزل من البيت غير لما اشوفكم الاول، انا كنت السناره والطعم والصياد في حياه جوزي لحد ما اصطدته وكتباله ان انا بحبك. بيتر ظريف، شفت بقى الكلام حلو، جابتك يا بيتر، جابتك، الموضوع منتهي خلاص يعني. طب احنا هنكمل لبكره، ان المخرجه بتزعق فينا واحنا عادي ما فيش مشكله. لا فيك انت مش فيا يعني. لا الكلام بيوصل لنا لكن ما بيوصلكيش انت. مش اتفضلي تخرجي. يلا لا بامانه تخرجي. لا خلاص خلاص. لا بامانه اخرجي، انت اتفضلي حضرتك. لا لا. طب صباح الفل عليكم، اوكي انت اللي اخترت، صباح الفل عليكم، ونخرج نشوف ايه اليوم ونرجع نكمل حلقتنا واشوف بقى مين اللي بيزعق. يلا. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا بركته ونعمته من الان والى ابد الابدين امين. ايتنا النهارده من سفر الرؤيا الاصحاح الثاني ايه
11 اللي بتقول من يغلب فلا يؤذيه الموت الثاني. آية اليوم يا أحبائي هي وعد من الوعود السبعة لكنائس الكنائس السبعة اللي اتذكرت في القسم الأول من الإصحاحات الثلاثة الأولى من سفر الرؤيا، واللي كانت موجهة للكنيسة الثانية من الكنائس الأربعة اللي اتذكرت في الإصحاح الثاني وهي كنيسة سمرنا، من يغلب فلا يؤذيه الموت الثاني. سمرنا يعني المر، ودي إشارة لفترة الألام والاستشهاد اللي عاشتها الكنيسة في الوقت ده، علشان كده نلقى أن حال الكنيسة أنهم بيموتوا وهيموتوا في المستقبل نتيجة للاضطهادات العنيفة. فكان الوحي الإلهي أنه ختم كلامه للكنيسة في الآيات من 8-11 بوعد اليوم من يغلب فلا يؤذيه الموت الثاني. خلينا نتكلم يا أحبائي النهاردة عن من يغلب وماذا يغلب وكيف يغلب وما هي نتيجة ثمرة هذه الغلبة وما هو الموت الثاني. من يغلب عبارة كررت 7 مرات في الآيات الإصحاحين الثاني والثالث زي ما قلنا للكنائس السبعة لكل كنيسة من الكنائس. وكلام ربنا هنا عن الغلبة والغالب معناه أن في مكافأة وأن احنا في حرب. فهل احنا في حرب فعلا؟ احنا في حرب حقيقية، لكن حرب روحية وليست جسدانية. يقول عنها القديس بولس الرسول في رسالته لأهل أفسس إصحاح 6:12 أن مصارعاتنا ليست مع دم ولحم، مع الرؤساء، مع السلاطين، مع أجناد الشر الروحية في السماوات. هدف هذه الحرب يا أحبائي هو جذبنا بعيدا عن الحياة في السماوات. فهناك من ينتصر ويغلب فيكافئ، وهناك من ينهزم فينجذب إلى العالم ويهلك. نلاحظ طبعا أن الكلام ده موجه لأسقف ملاك كنيسة سمرنا، واللي هو بحسب تقليد كنيستنا هو القديس بوليكاربوس تلميذ القديس يوحنا الرائي الحبيب، واللي كانوا بيعذبوه. هو شيخ كبير حوالي 86 سنة، كان بيسلم نفسه لحياة الاستشهاد لدرجة أنه لما أرادوا أن هم يحرقوه حي دخل إلى النار بدون قيد، وأطفأ الرب النار وخرجت روائح طيبة من النار. فتقدم أحد الجنود وضرب القديس بوليكاربوس بحد السيف ونال إكليشاد. لقول جميل جدا ملاك كنيسة سمرنا أنه لما طلب منه أنه ينكر مسيحه مقابل أنه ما يموتش، قال كده يعني لقد عشت مع المسيح 86 سنة لم يصنع معي شرا واحدا، فكيف أخونه في نهاية حياتي؟ ثانيا كيف نغلب أيها الأحبة؟ لكل حرب أسلحة، ويجب علينا نحن في حروبنا الروحية أن نستخدم الأسلحة. طب إحنا عندنا إيه أسلحة؟ عندنا أسلحة أشار لها القديس بولس الرسول في رسالته لأهل أفسس إصحاح 6 في الآيات من 13-18، منها درع البر، ترس الإيمان، خوذة الخلاص، وسيف الروح. لازم الأسلحة دي أحب أن نستخدمها سواء في جهادنا السلبي اللي هو الامتناع عن الخطية، يعني قمعين أجسادنا، مقدمين أجسادنا ذبائح حية مرضية عند الرب، في جهادنا الإيجابي اللي هو العمل بوصايا ربنا زي مصليين بلا انقطاع، غالبين بدم الخروف وبكلمة الشهادة، مصليين مرارا كثيرا. كل الحاجات دي محتاجين نستخدمها في حروبنا. بنقول كده لكل الناس اللي بيقولوا أن الجهاد أو الخلاص يكفي النعمة فقط والإيمان فقط للخلاص، لا طبعا الكلام ده مش مظبوط، لأن لو كان الخلاص بالنعمة بس بالإيمان فقط إيه لازمة أنه بيكرر كلمة أو عبارة من يغلب 7 مرات؟ من يغلب معناها أن احنا محتاجين مع الإيمان العمل والجهاد، أن احنا بنخفض على العمل الصالح والأعمال الصالحة يا إخوتي علشان نقدر نحصل على الخلاص. من يغلب فلا يؤذيه الموت الثاني. أما عن ثمرة ونتيجة هذه الغلبة يا إخوتي، فالوعد واضح وصريح النهاردة في آيتنا النهاردة أن اللي هيغلب مش هيؤذيه الموت الثاني، يعني هيكون ليه القيامة الثانية، يعني الحياة الأبدية. المسيح الحقيقي يا إخوتي لا يخاف الموت أبدا، بل بالعكس في كل العصور أثبت أن المسيحي دايما كان بيشتهي الموت، على قول القديس بولس الرسول في فيلبي 1:23 لاشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا. المسيح يا إخوتي ليه في الحياة وعلى الأرض رسالة يتممها، ومتى أتمها بيذهب إلى مكان الراحة. بصوا كده معايا في أعمال الرسل 12 وإزاي هيرودس الملك أنه قتل القديس يعقوب الكبير ابن زبدي أخو القديس يوحنا الرائي، وكان بيفكر يقتل القديس بطرس عشان يرضي اليهود، لكن الرب أرسل ملاكه لينقذ بطرس. طب لو سألنا طب أنفسنا ليه ربنا أرسل ملاك لبطرس وما أرسلش ملاك لعقوب؟ أكيد أن القديس يعقوب أتم عمله، أتم رسالته على الأرض، لكن القديس بطرس كان عنده لسه من الرسالة ومن الأعمال اللي كان لازم يتممها علشان بعد كده يذهب للراحة. ليتنا يا إخوتي ننقن
ونعتقد ونثق أننا غرباء على هذه الأرض، جئنا لنتمم رسالة معينة، متى أتمناها نذهب إلى مكان الراحة. المهم أن احنا نكون من الغالبين المنتصرين، لأن من يغلب فلا يزيه الموت الثاني. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى أبد الآبدين، آمين.